الكتيبة العامة لعوال الحراسة الخاصة النظافة والطبخ منضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. اليوم احنا جينا هنا من اجل للاسف احنا كنا غادي نقوموا بتنظيم مسيره ضد غلاء الاسعار وضد التوجه الحكومي الفاشل، لكن تم القمع ديال هذه المسيره هذه. ورغم ذلك كان اصرار من طرف النقابه العتيده ديالنا على انها تكون وقفه امام المقرات، وهي وقفه وطنيه يعني تنديدا بغلاء الاسعار وبهذا التوجه يعني اللي كنقولوا احنا انه توجه فاشل للحكومه، لان اللي كانت الحكومه هي ابسط شيء خصها توفره وهو العيش الكريم وهو الخبز لهذه الفئه هذه ما قدرتش توفره. فاذا الحكومه راه بينات على الفشل ديال الدريع، فما حنا كنصحوها الا ما قدرتش انها تواكب هذا الشيء تنسحب، لان احنا هذا يعني هذا الشيء اللي كنعيشوه غير مسبوق، وعمرنا ما شفنا هذا الغلاء من نهار عقلنا على راسنا. عمر هذا الغلاء ما كان، الشعب كيموت بالجوع، واسوأ حاجه هو ان الشعب يموت بالجوع. فاحنا ابسط اسوأ حاجه ان المغربي يضرب ماشي غير لجيبو، دابا يضرب حتى الكرشو ما يبقاش يبقى ياكل. حنا كنمثلوا واحد الفئه اللي هي كتخلص ب 2000 درهم، كتخلص ب 700 درهم. هاد الناس ديال عاملات النظافه والحراسه كيفاش غادي يعيشوا؟ الناس ابسط شيء باش كانوا كيعيشوا هو البيض والمطيشه، الناس ما بقاش قدرات انها توفروا. فهذا يعني وضع كارثي، وحنا كنحضروا الحكومه مما قد تؤول اليه الاوضاع، وهذا الشيء كيندر بازمه كارثيه غادي توقع. فراه هادو كيقلبوا على انقلاب وعلى ثوره غتقوم في البلاد الا ما كانش تدخل صارم في الحد من غلاء الاسعار. هادشي اللي غادي نقدروا نوجهوا كنقابه كتمثل بعدا هاد الفئه العماليه. وحنا للاسف حنا جينا اليوم بصوت الشعب وبصوت واحد كنضو بهذا غلاء الاسعار وبوقف هاد النزيف اللي واقع اليوم، لان هاد الشيء راه خطير جدا وهاد الشيء غير مسبوق. غير باش نوصلوا ان هاد الحكومه هادي راه ماشي الشعب اللي اختارها، هاد الحكومه هادي راه ماشي الشعب اللي اختارها، هما فرضوا راسهم. للاسف كنتاسفوا الناس اللي باعوا الضمائر ديالهم ب 200 درهم وباعوا الضمائر ديالهم في الفترات الانتخابيه. اليوم حنا كنخلصوا هذا الشيء، فحنا كناس اللي واعيين ولا سياسيا ولا نقابيا حنا عمرنا ما صوتنا لهذه الحكومه، عمرنا ما بغيناها، وحنا كنا كنتوقعوا هذا الشيء اللي غتوصل ليه الحكومه اليوم. حسن الحسنيه العلوي عضو لجنه تنسيق الجبهه الاجتماعيه بمدينه الدار البيضاء، نخرج اليوم في هذه المسيره التي قررتها الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل، مساندين ومطالبين برفع الغلاء الذي يكتوي به المواطنون وبعدم المس بالمكتسبات الاجتماعيه وتنفيذ الالتزامات الحكوميه وعدم المس بالمكتسبات المتعلقه بالتقاعد. المواطنون يعانون على مختلف الأصعدة من هذا الغلاء المستشري، والحكومة إلى حدود الآن مجموع الإجراءات التي اتخذتها وهي ضئيلة جدا لا تنعكس على الواقع وعلى المعيش اليوم. لذلك نخرج اليوم في هذه المسيرة مطالبين برفع هذا الغلاء واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد منه وعدم المس بالمكتسبات وتنفيذ الالتزامات الاجتماعية. نحن في الجبهة رفعنا الصوت غير ما مرة منددين ومطالبين، لكننا لا نجد الأذان الصاغية. لذلك نقول أن المستوى الذي وصل إليه المواطن قد يتجاوز مختلف الإطارات إلى ما لا يحمد عقباه. لذلك نحن نعمل على التأطير والخروج اليوم من أجل أن نصل أن تصل الرسالة للجهات المعلومة. شكرا. سهم ياسين، اليوم هذه الوقفه هذا اللي كيدير الاتحاد المحلي للكونفدراليه هي كتجي في اطار الغلاء ديال الاسعار اللي كيعرفوا المغرب، والغلاء ديال المعيشه اللي واحد كتشوفوا يعني كاين واحد تدمر كبير على مستوى الوسائط الاجتماعي. والمواطن اليوم يعني واحد الدرجه اللي ولينا كنشوفوا فيها اليوم يعني كاين تضرر كبير ديال المواطنين والمواطنات من هذا الغلاء هذا، اللي ولا كيأثر على القدره الشرائيه ولا كيأثر على المعيش اليومي ديال المواطنين. واللي كتشوفوا بطبيعه الحال دابا حضور ديال الاخوان ديال النقابه ديال الديمقراطيه على مستوى الجهه ديال الدار البيضاء اللي كيعبروا من خلاله على هذا التدمر هذا، اللي كنتمناو بان هذا الوضع هذا يتبدل وبالفعل نجاوبوا على الدوله الاجتماعيه اللي كترفع هذه الحكومه هذه اللي منذ البدايه ديالها كتابان تتبع انه هي في واد والدوله الاجتماعيه في واد، وكاين تضرر كبير من السياسات ديالها اللي خاصها اعاده النظر فيها. وشكرا. خويا الصوره هذه معبره على الحال ديال المواطن المغربي.
هذه صورة معبرة عن الواقع ديال المواطن المغربي، هذه صورة عبرت على كل شيء، معبرة على كل شيء. والاحتجاج راه حق ضمن الدستور وحق ديالنا، علاش نمنعونا اخويا باش نعبروا على الحاله اللي ولينا المزريه اللي ولا كيعيشها المواطن المغربي بعد غلاق الاسعار والحاله الاجتماعيه المزريه. كنعاود نقول بان الصوره هذه هي احسن تعبير ما يعيشه المواطن المغربي. وعاش الشعب المغربي. جينا اليوم واحد الوقفه احتجاجا على ارتفاع الاسعار اللي كتعرفوا جميع المواد الغذائيه بدون استثناء، وعلى رأس المحروقات اللي هي السبب في هذا الارتفاع الأسعار، واللي كنعرفوا بأن رئيس الحكومة هو المحتكر أكبر شركة ديال المحروقات في المغرب. وهنا كيبان لك تضارب المصالح، لأن هذه الحكومة هذه صراحة ما كتمثلش الشعب المغربي، لأن جا كتخدم مصالح ديال الباترونة، واللي كتعرفوا بأنه كاين مسائل كبيرة في المغرب. ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في.